عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وشارة ومكرمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم لسن اللقاية لأبناء القبائل. مباشرة بنسير مع الشوط الثالث وهو مخصص للقاية الجعادين المحليات الأصايل مباشرة مع المركز الأول. وفي المركز الأول في هذه اللحظات هيمان للسيد مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. ننتقل إلى المركز الثاني وفي المركز الثاني شاهين للسيد يمع بن محمد بن شلثم الخيلي. وفي المركز الثالث مهدي للسيد مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. وفي المركز الرابع محطم للسيد راشد بن مر بن سعيد بن حلوة الاجتبي. وفي المركز الخامس شاهين للسيد أحمد بن سلطان بن درويش المنصوري. وفي المركز نشوف المركز السادس المركز السادس الخليج للسيد أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي. وفي المركز السابع المركز السابع هنا اللي في المركز السابع محذر للسيد سالمين بن دقاش بن محمد العامري. وفي المركز الثامن المركز الثامن الناسف للسيد عبد العزيز بن حسن بن غليطة الغفلي. وفي المركز التاسع المركز التاسع نشوف الرسمي للسيد محمد بن بطحان بن قران المنصوري. وفي المركز العاشر شاهين للسيد راشد بن سالم بن علي الغيلاني. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات. هيمان وهو هيمان على مقدمة هذا الشوط غادم من مدينة الحين، مدينة الخضرة، مدينة الجمال للمشاركة هنا في هذه المكرمة وهو على مقدمة هذا الشوط للسيد مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي. هيمان يا الغالي هيمان مع هذا العرض الطيب، مع هذا الأداء المتميز في هذا الصباح المتميز. ننتقل إلى المركز الثاني وفي المركز الثاني محذر للسيد سالمين بن دقاش بن محمد العامري. يحذر الجميع والاتجاه الاتجاه إلى 1200 لوحة الإعلان، لوحة التحدي. ننتقل إلى المركز الثالث وفي المركز الثالث مهدي للسيد مطر بن حمد بن عميرة الشامسي. وفي المركز الرابع الخليج في المركز الرابع للسيد أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي. وفي المركز الخامس الناسب للسيد عبد العزيز بن حسن بن غليطة الغفلي. وفي المركز السادس المركز السادس شاهين للسيد أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري ويحمل شعار الغربي على ظهره وهو قادم من الغربية. ننتقل إلى المركز السابع في هذه اللحظات وفي المركز السابع في هذه اللحظات للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي الذي وصل في المركز السابع. ها هي النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى المقدمة. يا سلام يا سلام يا بن مفتاح على هذا الأداء مع هيمان بيقوم راس وبينهي الشوط على مسؤوليته إذا سمحوا له الأخوان. لكن هو لكن هنا القدوم القدوم من منجز منجز يبى ينجز للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام يا الله يعينك الله يعينك يا بن مفتاح. الجماعة قادمين شانين حرب على مقدمة هذا الشوط. بن دقاش قادم مع محذر 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 بدأ يحذر الجميع، بدأ يحذر هيمان على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد سالمين بن دقاش بن محمد العامري. محذر وهو محذر على مقدمة هذا الشوط، بدأ يتسلل، بدأ يغير، بدأ ينتزع المركز الأول من تحت أقدام هيمان. ها
هو محذر، محذر ينتزع المركز الأول. سلام يا بن دغاش، سلام سلام يا الفوعة، سلام على هذا الأداء المتميز الذي قدمه محذر. تهانينا من الأعماق للسيد سالمين بن دغاش بن محمد العامري على فوز محذر بالمركز الأول. هيمان في المركز الثاني للسيد مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي، وفي المركز الثالث، المركز الثالث الناسب للسيد عبد العزيز بن حسن بن غليط الغفلي، وفي المركز الرابع منجز للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس شاهين للسيد ناصر بن سالم بن صبيح النعيمي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان، ساعة وصول محذر إلى خط النهاية بعد ما تجاوز لوحة 4 كيلومتر في زمن وقدره 5:59 8 أجزاء من الثانية، ويتحطم التوقيت في صباح هذا اليوم تحت أقدام محذر. تهانينا لمالك محذر على هذا الأداء، على هذا الأداء المتميز للسيد سالمين بن دقاش بن محمد العامري. سلام يا بن دقاش، سلام. المركز الثاني هيمان، 6:08 من الثانية. تهانينا للسيد مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي على هذا الأداء الذي قدمه هيمان في المركز الثاني. المركز الثالث هو المركز الثالث من الجانب الثاني الناسف، 6:03 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبد العزيز بن حسن بن غليطة الغفلي، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا الموسم المتميز. تهانينا والناموس. هكذا إذن مشاهدين الأعزاء تابعنا 3 أشواط في الجولة الأولى. هنا يسير 4 الأشواط لنتابع الجولة الأولى وماذا